يا مرحبا، أبقى من إيردروب على كارب. راح يكون عملة ERC. هاي العملة هذه راح تتحول من نقاط إلى ERC لجميع المشتركين فيستغلوها. عندهم الانفستور مجمعين من الانفستور 80 مليون دولار. فيلا بينا نشرح كيف طريقة التسجيل في الموقع هذا. قبل البدء لا تنسوا بدعم الاشتراك وتفعيل زر الجرس وتعالوا قنوات التليجرام للتحديثات. بعد ساعة من الآن بكون لايف على قناة التليجرام، لأي سؤال هناك حياكم. وبالمناسبة للمشاريعنا اللي سويناها احنا، عملة دال صارت في المرتبة 6 في الصفحة الأولى وخلاص، يعني صار الحيتان يتحكم في البيع والشراء ويبيعون ويشترون يعني عادي. كذلك عندنا عملة فونكس هي في الصفحة الثانية بمرتبة 17، ما بقى لنا شيء نوصل للصفحة الأولى وتلتحق بالدال بإذن الله. كذلك راح يكون NFT قريب جدا، راح يتم انطلاقه سواء هنا في الدارسي 20 أو في دوجي ماركت. راح ننطلق الـ NFT الخاص بي دال، وراح يكون امتيازات كبيرة جدا بإذن الله. خليكم على تواصل في التليجرام لأي تحديثات بإذن الله. كذلك سعره مناسب الآن 0.68، كذلك هناك في فارق السعر في دوجي ماركت 0.74، وهنا الأكتيفيتي في بيع وشراء، يعني ده هنا سيل سيل سيل، يعني الناس قاعدة تبيع فيها وتشتري. فمبروك اللي دخل معي في دال، ومبروك اللي دخل معي في بانكس. يلا نشرح الايردروب الآن. الايردروب سهل جدا، فقط عند دخولك راح تسوي لوجين. لازم تكون على شبكة الـ OPBNB. اوكي، راح نسوي الآن دخولنا على طريق ميتا ماسك. ننتظر لحظات لين يبين معي. راح يعطيك سينياتشر، تمام. راح تسوي ساين عادي، موقع آمن. نفرض انت راح تشتغل على الـ OPBNB. انا اوريدي مسويها، ولكن راح احاول اشرح لك على زيكي سينك ايرا. ولكن انت الآن لازم تشتغل معي على OPBNB، تمام. وهذا هو البالانس الخاص بي 80. اوكي، السول، هاي السول راح تتحول الى ERC مثل ما خبرتكم، راح تتحول الى العملة. وهذا لجميع اليوزر اللي راح يدخلون. فمثلا بشرح لكم على زيكي سينك ايرا كيف راح تاخد انت الاي دي. لازم ضروري الاي دي تاخدها في الاول. راح تسوي كيرف بهذا الشكل، تنتظر لحظات، تدفع الفيز بهذا الشكل. ولا خلوني اجرب لك اياه على يعني محفظة جديدة، ما راح يبين لانه ضروري في اي دي لازم تاخدها. فبروح الى محفظة جديدة وارجع لكم. فعند رابط المحفظة راح تسوي next next، يعني لين تخلصها وفينيش. راح يبين معاك هنا اول خطوة، استنوا عشان تفهموا كيف القضية. اول خطوة راح يبين معك محفظة اخرى، هذه هي محفظتك حق الموقع. اما المحفظة حق الميتا ماسك هي هذه، تمام، نفسها نفس هذه. اوكي، لازم تكون على شبكة OPBNB. انا ما عندي رصيد، فقط اراويكم الطريقة وانتم راح تشتغلون فيها، وارجع يعني المحفظة الرسمية واكمل معكم الشرح، تمام. تنزل تحت راح تختار OPBNB. اوكي، وبعدها هاي كارف نضغط عليها. هنا شو راح يقول لك؟ هنا لازم يقول لك تضيف رصيد بهذا الشكل الى المحفظة هذه، محفظة حق الموقع. فاذا كيف راح تسوي؟ توب اب BNB، تمام. راح تيجي هنا تاخذ محفظتك حق الموقع، تروح على الميتا ماسك، كل لازم يكون معك رصيد على OPBNB. اوكي، تسوي سند بهذا الشكل، تمام. تحط الادرس حق الموقع، تبعت 0.003. اوكي، يعني 0.81 سنت، بسيط. اذا تريد اكثر انت ابعت مثلا 0.01 عشان تكون يعني في السيف سايت. نيكست وارسال. لما يوصلك راح تسوي منت، تمنت للاي دي، لازم منت للاي دي خاص بك. خلاص، هاي اول خطوة. ثاني خطوة راح ارجع لمحفظتي واكمل الشرح. انت يوميا لازم تدخل الموقع هذا لما تاخذ الاي دي خاص بك، وتاخذ هنا السول. اوكي، يوميا. الان باقي لي تقريبا 4 ساعات، ادخل مرة اخرى واخذ من هنا، واخذ من زيكي سينك ايرا. اوكي، واخذ كذلك من رونين، تمام. اوكي، ثاني خطوة لازم تربط الديسكارد الخاص بك، راح يعطيك 10 سول. وهاي السول مثل ما خبرتكم راح تتحول الى ERC توكن، وهاي ERC توكن يعني راح تكون ان شاء الله في المنصة الكبرى. عندك هنا تويتر، فكذلك راح يعطوك عليها 10. هنا ربط المحفظة ميتا ماسك راح يعطوك عليها 70. هنا اذا عندك ستريم فتسوي السول بند، راح اشوف اذا ممكن يصير معايا ستريم امامكم. انا ستريم مش مفتوح في هذا البراوزر، يعني بعدين بسويه. انت اذا مفتوح في نفس البراوزر راح تربط الستريم عادي. هنا كذلك لازم يعني ديلي بلاي في المنصة هذه، راح نشوف كيف.
وبعدها راح تعطي ميتاماسك كالعادة ونكست كونكت وننتظر لحظات راح يبين معنا السيناتشر. اوكي وبعدين ساين. هنا يقولك اوكي جيم اون بلاير، هنا راح يقولك اوتوريزيشن وخلاص بين معنا. لما رجعنا للموقع اخذنا 30 ونزاد معنا الرصيد. هنا كذلك عندنا تحت اذا عندك 10 ترانزاكشن في المحفظة الخاصة بك راح تضغط هنا تاخدها. اوكي اذا عندك محفظة ايج خاص بها فوق 12 شهر راح تاخد 150. تمام اذا عندك محفظتك ايج اقل شيء 6 مانث يعني 6 اشهر تاخد 100 راح يبين معك. اوكي اذا عندك فوق 1 مانث 50 سول. تمام توكن فوليو فوق ال 100 دولار كوانجيكو 50. تمام هنا اذا عندك 30 ترانزاكشن راح تاخد 100. تمام اوكي اخذنا كله داتا ريورد. تمام وخلاص هنا اذا تريد مثلا تفتح ستريم حق البلاي هذا ستريم اوكي وتلعب الالعاب راح تاخذ عليها 300 سول. كذلك هنا انفايت فريند رابط احالتك، هذا هو رابط احالتك تروج له، انتوا عارفين كيف تروجون روابط الحالة. وخلاص يعني الموضوع سهل جدا. وتابعهم على الديسكارد خاص بهم اذا في اي تحديثات ويوميا تدخل تاخذ سول. السول هذا راح يتحول الى توكن وهاي صار معي نقاط الان. اوكي وهنا دايما يعني تروح على زيكنسين ايرا تاخدها ولكن لازم او بي بي ان بي هو اللي راح تاخد عليه الاي دي. وخلاص ولا تنسوا لحد الان بامكانكم تدخلوا في فونكس في الدال. هذه ليست نصيحة استثمارية ولكن انا عارف انه هذه المنصة دي ار سي 20 شي يوم راح تعلن دور جي على مثلا باينانس او المنصات الكبرى وكل اللي في الصفحة الاولى راح ينفجر. اوكي كل اللي في الصفحة الاولى يعني ما راح يضل مثلا دال بسعر 1.46 لا ممكن نشوفها بخمسة عشرة عشرين وانت طالع. وبهذا الشكل نكون خلصنا شرحنا اليوم. نشوفكم على خير في فيديوهات لاحقة. مع السلامة.